سهرتنا نتجول بين ألوان شتى من تراثنا الفني. يا عين شوفي زين، الله كريم الله وان حقق المنظور. فمثلا ما نشاهده الآن برهان على أن الإنسان وهو يعمل في مهنة الصيد يؤدي في ذات الوقت نوعا من الفن بترديده بعض الأغاني الشعبية الماثورة. هذه المشاهد توضح لنا عملية جماعية لصيد السردين في محافظة ظفار. في سهرتنا هذه سوف نقدم نموذجا من فنون الريف، يعرف هذا الفن فن المشعير. وعلى أنغام ترديد الشعر الملحن يؤدي صفان من الفتيات هذه الرقصة.